بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم دكتور فارس الحجري، مكتشف في العلاج بالماء الساخن. الماء الساخن والهيدروجين، طبعا عندما نقول الهيدروجين كما هو معرف يعني شعبيا إن بخار الماء الساخن. فالحلقة الثانية تكون الدورة الهيدروجينية، كما قالوا العلماء. اكتشف العلماء ومن بينهم العالم الأمريكي من أصل المجر أي هنغاريا، الحاصل على جائزة النوبل، الذي اكتشف فيتامين جيم، بأن النباتات تقوم بخلط الأشعة الحرارية من الشمس وخلطها مع الماء، وهنا يصبح ماء ساخن، ومن ثم تقوم بكسر الماء إلى هيدروجين وأكسجين. ومن المعروف يحتوي الماء على ذرتي الهيدروجين وذرة الأكسجين. تقوم الأشجار والنباتات بإفراز الأكسجين لإنتاج الهواء النقي والذي نتنفسه، ثم تقوم بإضافة الهيدروجين إلى مادة الكربون الموجودة في النباتات لإنتاج مادة الكربوهيدرات، وهي مادة غذائية، وأيضا مواد غذائية الأخرى منها مواد بروتينية ومواد غذائية والدهون والجلوكوز. هذا هي الحلقة الثانية الدالة على فوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن وإنتاج الهيدروجين والماء الساخن، حتى سنأتي في الحلقة الأخيرة والثالثة، هي حلقة دراستنا التي تستدل من الحلقتين القبل من العلماء، تدل على فعلا أن الماء الساخن هو العنصر الأساسي في تغذية جسم الإنسان بالهيدروجين، ومختصر فوائد الهيدروجين الذي نحصل عليه فقط من خلال الماء الساخن. الله يعطيكم الصحة والعافية في أمان الله.